بدايه 2020 نعم 2021 كان هناك ارتفاع لسعر يعني ارتفاع لمستوى خط الفقر بسبب تغيير سعر الصرف الذي ايضا ادى الى رفع درجات او نسبة خط الفقر في العراق. ونتوقع انه في ظل يعني الورقة البيضاء التي قدمتها الحكومة نعم يعني من نهاية او منتصف 23 سوف يستطيع العراق تدريجيا التعافي من قضية تداعيات تأثيرات تغيير سعر الصرف وانخفاض أسعار النفط في وقته وحتى تأثير الاحتجاجات الشعبية التي أثرت على مجمل الاقتصادي والسياسي للبلد. طيب احنا بأعداد متزايدة من مستوى خط الفقر، عندكم خطط، عندكم اكو استراتيجية معينة لحل هذه الأزمة؟ الآن كلجنة مالية عدنا قانون الضمان الاجتماعي نعم اللي هو يعد قانون حيوي ومهم وسوف يعطي تقاعد لكل القطاع الخاص نعم. تستطيع العامل والأجير وأي مهنة أن يعني حتى لا يفكر فقط أن يأتي إلى القطاع الحكومي للعمل، يعني بإمكانه الحصول على التقاعد نعم. بعد سن معينة وسيكون لك راتب تقاعد.